صباح الخير البنات، كديري لاباس عليكم؟ هانين بخير، كنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير ان شاء الله. انتم البنات كيفاش كنحاول باش نغير حياتي؟ هذا هو الروتين اليومي اللي كنديرو يوميا، كنفيق الصباح بكري تنخدم. انتم البنات كيف ما كتشوفوا دابا راه 7:15، انا فقت بكري ان شاء الله باش غنبدا الخدمه ديالي، وانتم غتشوفوا معايا كيفاش كنخدم، الطريقه باش كنخدم. اول حاجه البنات كندير الماء يطيب، ومن بعد تنجيب الدقيق، تنحط الدقيق هنايا صافي. تنصبق اول حاجه تنصبق الملحه باش ما ننساهاش، باش ما يجيش نيش هذاك الشيء مسوس ونفقد الكليان ديالي، حيت واحد المره وقعت لي انني درت هذا الشيء مسوس. انتم البنات تبعوا معايا حتى الاخر. هانتوما البنات كيف ما كتشوفوا معايا، انا درت الخميره، درتها في البطبط ودرتها في الخبز ودرتها في البغرير. نسيت عوض ما نديرها في البغرير درتها في المسمن، ولكن من بعد غربلتها ودرتها عاوتاني درتها في البغرير. ما هنايا في هذا راني زدت القمح، زدت الفورص، وانا دابا راني عجنت العجينه. تقطع ليا المقطع، ما عرفتش كيفاش تقطع ليا ومشى. ما علينا، ها انا دابا كنعجن العجينه، غير كنخلط غير الدقيق وتنخليه يرتاح، من بعد تنعاود نرجع تندير ليه بحال هكا. هذه هي الطريقه باش كيتشدلك ليا مزيان. كنجي كندور على البانيو الاول اللي عجنته هو اللي تندير ليه هاد الطريقه. ما علينا، تنغطي بحال ما هكا صافي، وتنعاود نغطي بواحد الميكا والبلاستيكه وكنخليه. انا الطريقه نفس الطريقه، انا تندير الخبز. سمحوا لي على الهضره ديالي حيت الصوت ديالي ضاربني البرد ومتوتره شويه، اول مره كنسجل شي فيديو. الا غلطت شي اغلاط سمحوا لي، ما تعاتبونيش عليهم، انا غير غنوريكم الطريقه، و الا عجبكم مرحبا بكم، علاش لا نوريكم الطريقه ونوريكم بزاف ديال الحوايج. هانتوما البنات كيف ما كتشوفوا معايا هنا، انا غطيت كلشي بالبلاستيكه خليته يرتاح. البغرير حتى هو خلطته ودورته في المونينيكس، راني غنخليه باش يرتاح حتى على ما يخمروا همايا. كنمشي انا نضرب دويره بالدار، كنشطب، كنشقى، كنغسل المويعنه ديالي، كننصب الغدا ديالي ديال وليداتي وكنحطو. وعاده باش كنرجع مني كنصب الغدا ونجمع الدار، كنرجع باش نكمل الطياب ديال داكشي. هانتوما البنات ما صورتش معكم الطريقه ديال اللويان حتى لشي نهار يكون بارك الزوج ديالي ويعاونني ونصور لكم الطريقه، حيت ما يمكنش نشد التليفون نخدم، ما عندي الكونتيتي كتكون كثيره شويه. سمحوا لي على الصوت ديالي. كيف ما كتشوفوا معايا البنات هنايا، انا راني ساليت الطياب وانا نصور لكم كل شيء كيف ما جا. ها هويا البغرير انا طيبته ساليته، الخبز حتى هويا، البطبوط الملوي. البنات بزاف ديال الحوايج ما درتهمش اللي متعوده انني كنديرهم، وحتى الكميه نقص منها نظرا لان السوق الحركه عيانه بزاف البنات فهاد الفيروس ديال كورونا، وحتى المخزن تيجريو علينا، ويلا جريو علينا راه عارفه انهم كيجريو علينا على المصلحه ديالنا، حيت ما خاصش يكون تجمعات في السوق. والبنات سمحوا لي على الطريقه ديال التصوير، اول فيديو ديالي، ما الا غلطت ولا شي حاجه سمحوا لي، مره اخرى نعاودها لكم ان شاء الله. هانتوما البنات الملوي كيفاش جا، ها الملوي كيفاش جا، والبطبوط هانتوما البغرير راه كيجي شي حاجه زوينه، الخبز حتى هوايا.
هانتوما البنات راني غسلت الميعنات ديالي صافي ساليت. هانتوما اللي كيعاونني في الخدمه ديالي هما هاد المقيلات، ما كنخدمش المقله وحده، كنخدم باربعه المقلات. المقله عندي هاد الكريه هادي حتى هي كتعاونني في الطياب.